أشاد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها دعما حقيقيا للسودان وتصب في إطار روابط الأخوة بين البلدين. أشار البرهان إلى أن المباحثات قد ناقشت كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك وتخدم تطور ونماء البلدين. نحن نفتكر هذه الزيارة دعم حقيقي للسودان وسند حقيقي لثورة وشعب السودان، لأنها تصب في خانة تقوية روابط الأخوة بين الدولتين التي ستنعكس على مجريات الانتقال. ناقشنا كل ملفات اللي تدعم التعاون المشترك ووصلنا فيها لرؤى موحدة ورؤى تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين وتسهم في استقرار الدولتين.